انا مش عارف اقول ايه. معدي كده بالعربيه جايب التصوير، لقيت هيصه وزينه وفرح، قلت اخش اشوف في ايه ليكون في تصوير. لقيت استاد الاهلي والسلام بيفتتح. يا سلام على الفخر، يا سلام على الشرف. ليه الشرف ان انا بذيع مباراه لقدام النادي الاهلي اللي ياما متعونا. انا سعيد جدا ان انا معاكم النهارده، ويا رب دايما الاهلي يفرحنا. اشكركم جدا.